جرى القضاء والقدر على والدي وتوفى، وتزوجت أمي من رجل من أهل المدركة، سلمي حسيني من الحسنة، من الحسنة. وانتقلت معها ودخلوني المدرسة عام 74، ودرست فيها الآن أخذت سادسة عام 80. وش من ذكريات عن مدركة وأهلها؟ والله مدركة طال عمرك ديرة العطيات من المقطع من عتابة، وأنعم وأكرم بأهل هذه الديرة مالك ومن مما أحفظه لهم من الود والكرم الذي أسدوه علي أثناء ما كنت عندهم، أنهم يعني قاموا بأجود أنواع الكرم. هذول عندهم النخل اللي أنا معهم أهل مدركة، من ضمن الأشياء اللي أذكرها ولا أنساها ما دمت حي، إن العطياني اللي يعرفني ما ألد غير وجايني في بيت أمي اللي عند السلمي، جايني وأخذني بيدي وموديني بلاده ومريني نخلتي. واحدة يقول حافظ عليها وخلها صدرية لك على طول السنة، وواحدة أكلها الحين في الصيف، أنت جارنا ونزل ديرتنا ولك على نحق. وحق الله يا أخي إنها دين في عنقي لكل عطياني، والعطيات ناس كرماء إلى أبعد الحدود بما فيهم شيخهم في وقت في الوقت هذاك اللي أنا فيه اسمه عالي ابن هميرة. الحقيقة ذكرياتهم معي غالية جدا جدا. نعم، بيض الله وجيههم، وهذه من عوائد العرب. اي والله من عوائدهم، اي والله العرب هذهم. نعم، لكن انا ما وراي مطامع، انا يتيم، مات ابويا وانا ما اعرفه، وتجوزت امي وجوازها هو اللي جابني المدركة، زوجها رجل طيب وفي خير ويبني يدرس ودرسني دخلني المدرسة. اخذت الابتدائية؟ اخذت 6 سنوات.